السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايبوا مع بعضياتنا لي ميفون، هادوك بحال لي مادلين. غادي نحتاجوا الا بغينا نحصلوا على واحد 10 ديال 10 حتى 12 قطعه، غنحتاجوا البيضه، 100 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال الزبده اللي كتكون دايبه ولكن كنخليوها حتى تبرد. هنا عندنا 120 مللتر ديال الحليب و 250 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال هادوك الحبيبات ديال الشوكولاط، عندنا خنيشه ديال الفاني وخنيشه ديال الخماره، دونك خماره فيها 11 غرام وواحد القبيصه ديال الملح. غادي نخلطوا النواشف هما الاولين، دونك هنا الدقيق غنزيد عليه السكر، قبيصه ديال الملح، هنا غادي ندير عبار هنا عبار ديال 11 غرام، صافي. هادي الفاني، الى عندكم هذيك النكهه حتى هي ديروها بلاصه السكر، المهم عينكم ميزانكم. صافي، وغادي نزيدو هنا عندنا 100 غرام ديال البيبي ديال الشوكولاط، ولكن ما غنديروش كامل، غنخليو واحد شويه باش نزوقو به من الفوق. نخليو واحد شويه هكا، صافي نخلطو هادشي كامل. هنا يعني هاد الحبيبات ديال الشوكولاط ملي تنخلطوهم مع الدقيق بحال هكا، فاش كيكونوا هادوك لي موفين كيطيبو الشوكولاط ما كيهبطش لينا لتحت، كيبقى دائما شد بلاصتو. صافا، هنا غناخد البيضة ديالي نزيد عليها الحليب، صافي نزيد الزبدة، صافي دابا غنزيدو هاد الخليط ديالنا على النواشف. ماشي ضروري نخلطو مزيان، دونك عر يبان لينا القضيه تجانست، صافي ونحبسو باش كيجينا هذاك الموفين كيجي مرمل بحال لاباط سابلي ماكخ، ما خصناش نخدموها بزاف بحال الموفين حتى هويا. دونك صافي، انا غادي نوجد هذوك الكورطات ديالي ونعاودو نتلاقاو باش نعمروها. صافي، هنا الكويسات ديالي هنا درتهم في هذا المول، صافي تنجيب واحد المعلقة ونبداو نعمرهم. قلتلكم ماشي ضروري انكم تسرحوهم مع الحراره ديال الفران، في ساعه راهما حتى يشدوا بلاصتهم. دونك انا غادي نستمر بحال هكا ونعاودو نتلاقاو ملي نكمل هادشي كامل. صافي، هنا ساليت التعمر ديال الكورطات ديالي، غادي ندير هادوك الحبيبات اللي بقاو عندي نزوقو بهم.
الفران ديالي رانا مسخناه على 200 درجه، غندخلهم يطيبوا. ياخذوا من عندي واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه على حساب كل فران. دونك ملي تدخلهم الفران بقاو حاضينهم على حساب الفران ديالكم شحال غياخذ لكم ديال الوقت. صافي ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كي غيخرج. صافي لي ميفان ديالي راه خرجتهم من الفران وخليتهم تبردوا على خاطرهم، خداو مني 20 دقيقه ديال الطياب. دونك تيجيو بحال هكا كما تشوفوا، كيجيو مفرقعين وحيت ما تنخلطهمش بزاف كتجي هنايا هاد لا سيرفاس ديالهم بحال حرشه، وهذاك هو اللي كيعطي داك القرمشه. كيكونوا مقرمشين من برا ولكن من الداخل راه كيكونوا رطبين. دونك فوالا هذا هو الشكل ديالهم كما تشوفوا، تيجيو زوينين صراحه. وفي ساعه في ساعتين يوجدوا الا بغيتو ديروهم للكوتي الدراري ولا تعمرو بهم حتى الطبله ديال رمضان. كاين اللي كيبغي يشرب قهوه من بعد الفطور ولا واحد الكويز ديال اتاي. كيجيو من الداخل تيجيو رطبين، يجيو رطبين وهشاش كما قلت لكم، راهم مقرمشين من برا ولكن من الداخل راهم مرطبين. تيعجبو الدراري الصغار بحال هاد الانواع ديال 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 الحلويات. وكنتهناو شويه من الشريان ديال الزنقه. فوالا دونك كنتمنى انكم تجربوهم. لا فيديو ديالنا غادي تسالي هنا، نقول لكم نخليكم على خير، نتلاقاو في فيديو جاي ورمضان مبارك سعيد.